اسئلتنا كده خفيفه ولطيفه وسريعه. مين بقى اللي بيجيب الاكل ويخبيه في الاوضه بالليل؟ محمد علي العزومه بيجوع عنده بالليل. بيجوع اهو شله نادي هليوبس. مين بقى اللعيبه بتوع هليوبس؟ محمد علي. ايوه بيقرب لنا الكاجو بالليل، مكسرات عند محمد علي. لو انت دلوقتي هنعتبرك انت المدرب، بس مدرب شرير شويه، مين اللعيب اللي تحب تزاوله وما تحطوش في التشكيله؟ مانا. عايز تريح ولا ايه؟ لا عايز اضايق نفسي. خيري، احمد خيري. كابتن خيري عمل ايه معاك طبعا عشان تعمل فيه كده؟ مش حرام لا عليك؟ انا وخيري لينا هيستوري طويل مع بعض يعني. خيري ولو جه لك كابتن ما تنزلش هو هيعمل كده بالظبط. هتقول له ايه بقى انت كمدرب؟ اقول له وجهه نظر فنيه. لما في سهرات في المعسكرات بتبقى فوضت مين؟ بصراحه بنام بدري جدا وعارف مين اللي بيسرق، بس يعني بنام بدري. لا احنا بيبقى لينا لاونج يعني، احنا اي لاونج كله. لا احنا مسيطرين، عيب عليك. مين الاكيف في المنتخب بقى؟ يحيى الدرع وسيف الدرع، كريم هنداوي. كريم هنداوي عارف اي حد، اي صاحب مطعم في مصر عارف، كلمه اي مزنوق في اي حته يدخلك. هنداوي خطير، لو سمعني بقول لحد جنبي دقت البيتزا دي مش هيقول لي اطلبها لي دلوقتي، اجربها. جالنا معلومه سريه ان في حد بياخد الاكل بيخزنه وبيتاكلوه بالليل بقى مع بعض في الاوضه وبتاع. لا لا ما تقولش لا يا كابتن، الموضوع عندنا متوثق. لا ما بيلحقش، هو كله بياكل في اي وقت، فما فيش وقت حد يجوع. في كابتن بياخد الاكل وبيحطه في الاوضه بالليل. هاشم ولا ايه؟ لو ما كنتش كابتن لاعب يد كنت هتشتغل ايه؟ جون كوره. انا مهندس دكتور صيدلي. كنت بقى لاعب كره قدم. لو مش لاعب مش رياضه خالص؟ انا كنت هلعب في اي حاجه. انا عايز العب انتيرير ديزاينر. طب والله يا كابتن عندي شقه نفسي اظبط لها الديكور بتاعها. انا باخد كورس دلوقتي اخلصه وجرب في الشقه. اجرب عندي. مجموع كام ثانويه العامة بقى منك؟ هندسه 103. 84% 85% 84% 98% 84. المنتخب كله مجموع عالي يعني الحمد لله. منتخب الاوائل. سوشي ولا فول وطعميه؟ فول وطعميه. سوشي طبعا. لا طعميه. فول وطعميه. فول وطعميه. فول وطعميه. نطيت الصوره قبل كده كام مره من المدرسه؟ لا كتير. لا زوقت طبعا. زوقت وجبت 103؟ لا هما كانوا بيفتحوا لنا الباب. ده تزويج عالي. عادي هو بيفتح الباب بنمشي. لو هتخش خناقه يا كابتن وهتاخد اثنين من المنتخب، تاخد مين؟ محمد علي واحمد عادل. اخد محمد علي. حسن الدح. علي زين. وابراهيم مصر. الله يكون في عوننا، هتخانقوا معانا. الله.